حنا جينا هذا النهار مجموعين كاملين، واخا ما جاش كلشي، وحنا حنا الامنيه ديالنا كلشي يجي باش تكون واحد النتيجه، لاننا عيينا من 2011 وحنا سير واجي تالين. خصنا نشوفوا حنا عندنا في البلاد الحق والقانون الحمد لله، ولكن خصنا فينا هو هذا الحق وفينا هو هذا القانون؟ صيبان باش نشوفوا شنو كاين، واش كاين استباب في البلاد؟ لا ما كايناش، ولكن لا راه خاص داكشي يطبق. القانون راه خارج داكشي في الوراقيه، ولكن راه التطبيق ما كاينش، التنفيذ ما كاينش. الحكم قال لك خارج، التنفيذ ما كاينش. اليوم غدا هاد اثنين سير من 2011، وجاتنا مع العيد الكبير والناس مأزمه، وكاين الراجل ومرته اللي معانا في الشركه، عاوتاني راه الناس باعوا حوايجهم، الناس تشردوا الناس وما شافوش فينا، حتى الشوفه ما شافوش فينا. وحنا في بلاد الحق والقانون كنطالبوا الناس اللي مسؤولين، الناس الكبار من هادو اللي في المحكمه، الناس اللي فوق منهم، حنا بغيناهم يدخلوا لنا في هذا الشيء هذا ويشوفوا لنا من حقنا، باش ما تكونش شي كارثه، تدخل شي كارثه اخرى. راه الناس راه صافي، راه القلب ديالها راه صافي، راه بنادم صافي عيا. السلام عليكم. بعدا حنا عمال، حنا من 2011 حنا كنتسناو هذا الحساب، خرجنا في شهرين خدمناها، شهر 9 شهر 10 ما تخلصناش فيهم. حنا كل عام كل شهر واحد تيقول لك غيكون الحساب غيكون هذا الحق. حنا ما كنلقاو حتى باش نجيو لهاد المحكمه نركبوا فيها، حنا تابعينهم من المحكمه، من الرباط، المحكمه الابتدائيه حتى لهنا. حنا واخا حنا درونا اميا ما تنفهموش، ولكن نتوما كتعرفوا الحق، عطيو الناس حقهم. الناس ماسوا، الناس مرضوا. حنا انا اللي كنهضر معاك انا مريضه بكتافي بالثقل اللي كنت كنهز، ما عندناش باش ناخذوا هاد الدواء، حنا خرجنا غير مراض. حيت شو الاجور باش كنا خدامين؟ راه ماشي شي اجور بقاو عندنا شي فلوس، راه والو. من 97 حتى 2011 شي 14 عام، وكاين مول 25 وكاين مول 20 عام وكاين مول 10 سنين، كل واحد وشحال. انا بعدا شخصيا عندي 14 عام، علاش ما ناخذش انا حسابي؟ علاش ما ناخذ الشهرين ديالي خدمتها؟ فينا هو هذا القانون؟ ياك حنا في بلاد الحق والقانون، فينا هو هذا القانون؟ وريه لينا. على الزعماء الطغيان كامل، على الدرويش، ما يمكنش. محكومة القضية ولكن التنفيذ فينا هو؟ كتقول لك هاوما، أول تقول لك هذيك هاوما، وفينا هما هاد الفلوس اللي محطوطين في الصندوق؟ فرقوهم على الدراوش، الناس ماتوا، سالين غادي نبقاو حنا جارين. 11 عام الله يجعل البركة، إن شاء الله الصبر، حد هنا بركة. صافي، الشيء اللي غنقول لك أنايا وهو خصنا حقنا. خاص المسؤولين الكبار يشوفوا في هاد الناس هادو، بينا راه بغاو حسابهم. اي حقهم، ما كطلبوش شي حاجه يعطيهم شي حد نجيبهم، اي حقهم ولا شدوه كامل، راه والو ما بقى، كلشي مشى. السلام عليكم. نحن شركه عمال ما خدينا لا حقنا لا والو، مده 11 عام هذه فيما كنجيو المحكمه ما كاين حتى شي حاجه، لا حكم لا تنفيذ لا حتى شي حاجه. دابا كنطالبوا من هاد الناس ديال المحكمه يديروا معنا شي حل، راه حنا تشردنا، راه الناس اللي ماتوا، راه كاين اللي كيسعى في الزنقه، كاين اللي ما لقاش باش يوكل ولادو، حتى شي حاجه ما داروا معنا. 11 عام دابا هادي حنا طالعين وهابطين، ما كاين حتى شي حاجه. شكرا. خويا دابا حنايا 11 عام حنا خدامين 10 سنين وحنا كنمشوا كنجوا، كل واحد كيلو حنا الواحد 10 سنين وحنا كنجروا، لا ريال لا جوج. دابا حنا ما كنصيبوش حتى باش كنركبوا، باش كنركبوا ما كنصيبوا جابها، حنا جايين على رجلينا، يقولنا اليوم غدا اليوم غدا، حتى شي حاجه ما كاينه. دابا حنا كنطالبوا غير بحقنا، بغينا غير فلوسنا يعطوهم لينا. راه كاين اللي تشرد، كاين اللي مات، كاين اللي كيطلب، كاين اللي كيطلب منا هنا كيطلب، ما عندوش حتى ما ياكل، واحد شاد لي فلوسه دايرهم تحت منه، محشوماش من جهه الله. وعيد الله اكبر، العيد كبير، جينا في العيد كبير، لا ريال لا جوج، ما صناش حتى باش نعيدوا، كاين اللي عيد كاين اللي ما عيدش. ودابا حنا كنطالبوا غير بفلوسنا، بغينا غير حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير حقنا، هادشي اللي بغينا.